ترأس معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يوم أمس الاجتماع الثاني لدور الانعقاد الثاني لسنة 2018 للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأشاد الشيخ ناصر صباح الأحمد بالدور الاستراتيجي والتنموي الذي يؤديه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجانه المختلفة، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح في خدمة البلاد وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية الكويت 2035.